عنترة بن شداد. عنترة بن شداد ابن قراد العبسي هو من أشهر شعراء العرب على الإطلاق، والذي عاش في الفترة التي سبقت الإسلام، وقد اشتهر بقوته وشجاعته وبسالته في المعركة، كما عرف بقوته في الفروسية، وهو أحد شعراء المعلقات التي احتفظ بها العرب لجمالها وفصاحتها ورصانتها، وقد عرف عنه حبه الكبير لابنة عمه عبلة. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن قصة عنترة بن شداد. مولد ونشأة عنترة بن شداد. ولد عنترة في الربع الأول من القرن السادس الميلادي، واستنادا إلى الحرب الشهيرة التي عرفها العرب، حرب داحس والغبراء، فقد تم تحديد سنة 525 ميلادية هي سنة مولده الحقيقية، وقد ساند هذه الحقيقة هو معاصرته لكل من عمرو بن معدي يكرب والحطيئة اللذان أدركا الإسلام فيما بعد، وقد كانت أميرة حبشية عرفت باسم زبيبة رغرغر، وقد تم أسرها عند الإغارة على القافلة التي كانت ترافقها، فأعجب بها شداد وأنجب منها عنترة، وقد كان لعنترة إخوة من أمه وهم جرير وشيبوب، وقد كان عنترة عبدا لأن العرب لا تعترف بأبناء الإماء إلا في حال تميزهم ببطولة أو شاعرية. صفات عنترة العبسي. كان شداد أبو عنترة عربيا ساميا، وكان عنترة أسود اللون وعبوس الوجه وملفلف الشعر أجعده، وكان يلقب بعنترة الفلحاء لشق في شفته السفلى، وكان يتميز بضخامة خلقته وكبر شدقيه وصلابة عظامه وشدة منكبيه. تميز عنترة بأجمل الصفات وأفضلها، فقد كان عنترة شجاعا جريئا ومن فرسان العرب المعدودين، لذا كان يلقب بأبي الفوارس، وكان يلقب أيضا بأبي مغلس بسبب سيره إلى الغارات في الغلس وهو ظلمة الليل. وقد دوخ عنترة أعداء عبس في حرب داحس والغبراء، وكان عنترة جوادا بما ملكت يده، وكان من أشد أهل زمانه، وذا خلق سمح وقلب رقيق. قصة عنترة بن شداد. عاش عنترة حياة مليئة بالحرمان وضيق العيش، والسبب في ذلك يعود إلى أن والده لم يستلحقه بنسبه، فكان قاس عليه ويعاقبه أشد العقوبة، خاصة عندما كانت زوجة أبيه سمية تكيد له المكائد وتقلب والده عليها، حيث إنها اتهمته مرة أنه يريد التحرش بها، فما كان من والده إلا أن غضب غضبا شديدا وضربه ضربا مبرحا بالعصا، ثم أراد أن يقتله بالسيف لولا أن الرحمة قد أدركت زوجة أبيه وارتمت عليه باكية حتى تمنع عنه ضربات أبيه. لعل أكثر ما عرف به عنترة حتى يومنا هذا هو حبه الشديد لعبلة ابنة عمه، والتي كانت من أجمل نساء قومها وأشهرهم صيتا في الكمال والصبا. وقد تقدم عنترة لخطبة ابنة عمه، إلا أن الأمر لم يتم بسبب رفض والدها أن يزوج ابنته من رجل أسود، حتى إنه طلب منه طلبا يعجز عن إتمامه أقوى الأقوياء، وهو 1000 ناقة من نوق النعمان كمهر لابنته، فما كان من عنترة إلا أن خرج طلبا لتحقيق هذا المطلب، وقد لاقى أهوالا كثيرة للوصول إليه حتى عاد إلى قبيلته ومعه مهر عبلة، فما كان من والد عبلة إلا أما طله أكثر من مرة، ثم فكر في أن يتخلص من عنترة من خلال طلبه من فرسان القبائل أن يحصل على ابنته وأن يكون المهر هو رأس عنترة. اختلفت النهاية في المصادر القديمة، فمنهم من يرى أنه تزوج عبلة، ومنهم من يرى أنه بقي مولعا بحبها ولم يتزوجها، وأنها تزوجت من أحد أشراف قومها. وفاة عنترة بن شداد.
توفي عنترة بن شداد في عام 608 من الميلاد على يد فارس من قبيلة طيء يلقب بالأسد الرهيص الطائي عن عمر يناهز 90 عاما. شكرا للمتابعة. يا عبد، إن هواك قد جاوز المدى وأنا المعنى فيك من دون الورى. يا عبد، خيالك في عظامي وفي دمي، لما جرت روحي بجسمي قد جرى. وعبيل، هيفاء القوام كأنها فلك مشرعة على الأمواج. يا أيها الملك الذي راحته قامت مقام الغيث في أزمانه، يا قبلة القصاد، يا تاج العلا، يا بدر هذا العصر في إوانه، ملك إذا ما جال في يوم اللقاء وقف العدو محيرا في شانه. أخي الحبيب، لا تنسى أن تنشرها لأصدقائك لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو، وأرجو ألا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة.